نعم، يعني دكتور احنا نتحدث الان على نطاق واسع، الاثار الاقتصاديه وغيرها من الامور اللي راح تتاثر بسبب التغير المناخي، ولكن نتحدث على نطاق اضيق، يعني نحن الان نتحدث عن مواطن عادي عم بيعيش حياته بشكل طبيعي، كيف سيشعر بهذا التغيير، تغيير المناخي؟ هل سيتاثر يعني بهذا الموضوع بشكل ملموس بدرجات الحراره وغيرها من الامور؟ طبعا انا زي ما قلت من شويه، جبال من الجليد ذابت وانهارت في القطب. انا عايز اقول ان الجبال دي مثلا يمكن المواطن يعني تعدى عليه الكلمه دي او الجمله دي مرور الكرام، ولكن عايز اقول ان الجبال دي ممكن تكونت من ملايين السنين، وان هي تذوب صعب نرجعها تاني، نرجعها جبال جليديه الكلام ده صعب، وبالتالي ده بينعكس على ارتفاع منسوب المياه. زي ما قلت هتبتدي في، على فكره، في مدن الان بعض الجزر عفوا غرقت بالكامل. نعم. وحصل عليها ضرر كبير في المحيط الهادي على سبيل المثال. ايضا الارتفاع الكبير في درجات الحراره ده، احنا كلنا كمواطنين بنلاحظ ان كل سنه درجه الحراره اصعب من السنه اللي قبلها. موجات البرد اللي بتيجي عندنا ده برد قارس يمكن احنا ما شفناهوش، صار يعني يختلف علينا الموضوع، فاصبح صح. ايضا ظاهره التصحر والجفاف والاعاصير المداريه في الولايات المتحده وخلافه، ابتدينا نشوف امطار في الصيف وموجات حارة بتيجي في الشتاء، وموجات حارة يمكن شديدة جدا ابتدت تموت الناس كمان. ان انعكاسات التغيرات المناخية على المواطن البسيط بان ممكن تأثر على الغذاء مثلا، على سبيل المثال ما تيجي موجة برد شديدة قوي بتدمر الخضروات وبتدمر الفواكه، نبتدي نلاقي بعدها في شح في بعض السلع والمنتجات الغذائية. نعم. الفيضانات، سيول، كل ده يعني مصر يمكن حصل فيها سيول في مارس السنه اللي فاتت ما شفناهاش قبل كده، فده كله يعني بتبقى نتيجه بتتضرر بيها المواطن العادي البسيط. بالفعل، بالاضافه الى درجات الحراره ابتدينا مثلا ابتدى المواطن يتكلف تكييف، جهاز اجهزه تكييف ومراوح، او في الشتاء دفايات وخلافه، ده كله ده تكاليف بتبقى على المواطن. فده نقدر نقول بشكل مبسط تاثير ده، وده يمكن التاثير الاولي على فكره. نعم. يعني احنا ما وصلناش للمرحله الاسوء، تأثير الأولي للتغيرات المناخية وتلك الظاهرة على المواطن البسيط اللي عايش حياة عادية ومش حاسس هو إيه اللي بيحصل بالظبط، حاسس بشوية حرارة بشوية برودة، ولكن ده مبدئي بشكل مبدئي.